الشمالي والغربي تتفقد أحوال جرحى الثورة السورية والذين أصيبوا بإعاقة دائمة بسبب القصف أو في المعارك ضد نظام الأسد. سنزور حالتين، الحالة الأولى أم شاهر والتي أصيبت بشظية أدت إلى بتر قدمها اليسرى. نصل الآن إلى منزل أم شاهر إحدى جرحى الثورة السورية. السلام عليكم. الله يعطيك العافية أم شاهر. من وين حضرتك؟ مريف حماة. كيف صحتك؟ الحمد لله عايشين. أختي بدك تحكي لي بالنسبة لإصابتك. هلأ شو تاريخ الإصابة؟ صار لي هلأ أنا مصابة تقريبا شي 8 شهور. تمام. 8 شهور اللي واقع ما حدا تعرف حي علي ولا حدا طلع علي لا أنا ولا ولا. طيب شو الإصابة اللي معك؟ الإصابة أنا أول ما انضربت انبترت إجري أنا بالكبير فكوها من المفصل وجسمي انتهى شظايا. ضليت أعاني من الشظايا تقريبا شي 3 شهور لحتى شبه جسمي منه، في بظهري في بإيدي في بجري جسمي كله انتهى شظايا. طيب احكي لي بالنسبة للإصابة كيف صارت؟ الإصابة أنا كنت جنب البيت عندي بقرة، ما عندنا غير هالبقرة عايشين من وراها، معيشتني أنا وهالولاد وأصرف على هالبيت منها، جبها أصرف على البيت منها وعايشين. رحت لحتى اجيبها بدي فوتها، خفت عليها من الضرب، قمت اكلت الضربه وحاطه ضرب وراي، رجعت على بركض على البيت بدي فوت اتخبى ما لحقت فوت. كانت الشظيه اسرع مني قصتني اجري. وقت قصتني اجري وقعدت طلعت علي ايش بدي اسوي؟ قعدت برضه ابني احدل مني، صارت ببكي وانا احدل مني، صرت تصير على بنتي خذي اخوك وهربي. خلص انا رحت ما لازم العيله كلها تروح. بعدين ما بعرف مين شان مين غبط عن الوعي، ما بعرف مين شاني واسعفني. يعني إصابتك هي بتر القدم. بتر القدم. تمام. من 8 شهور هي الإصابة؟ إلى تقريبا 8 شهور. كان ابني عمره 5 شهور، هلا صار عمره سنة يعني 7 شهور. كم ولد عندك؟ عندي 3 أولاد، ولدين وبنت. الله يخليهم يا رب. نور أنت كنتي حاضرة لما تصابت أمك؟ إيه. احكي لي عمو كيف كانت الإصابة؟ إنه وقت انضربت أنا كنت بدي أطلع بيت جدي، صارت تقول لي اطلعي بيت جدك هلا أنا بطلع وراكي. أنا صرت ورا البيت قامت تصني وقعني بقذائف، رجعت أركض بإيدي أخويا لقيت أمي واقعة، صارت تصيح تقول لي اطلعي اطلعي ما أحسن أنا أطلع. بعدين طلعت لغاد أسعفوا أمي. يعني أمك كانت مغمى عليها لما تصابت؟ لا كانت صاحية. كانت صاحية. شو قالت لك بالضبط أمك؟ قلت لي طلع أخوك واطلع أنا. مشاهر وقت صار القصف عليكم من أي حاجز؟ القصف صار علينا من حاجز المغير. وضربونا براجل. تمام. طيب بالنسبة لأجرك أنا شايف حاليا أنت مركبة رجل صناعية ما هيك؟ أنا مرت برجل صناعية، في دكتور هون الله يخليه ورفقه إن شاء الله اللي هم ساعدوا فيها، بس هلا أنا يعني صحيح ركبت إجر بس معاناتي مع الإجر أصعب من الإجر. هاي الإجر اللي ركبتها، بس هلا أنا لأني يعني لازم أتدرب عليها التدريب. لازم البسها يعني ساعتين بالنهار 3 ساعات، بس انا عندي عيني واولاد ما بس نلبسها الا كل يوم. لا حول ولا قوه. هي الاجر قدم لك يا احد الاطباء ما هيك؟ احد الاطباء قدم لي اياها. طيب في سهوله بالنسبه لما تلبس الاجر او تشلحيها او شيء؟ في صعوبه كثير يعني هلا عملت التهاب، انا لازم يعني بدي امس، حكيت مع الدكتور قال لي لازم بالنهار بنحيها ساعتين الظهر يعني اجباري، بس انا عندي اولاد صغار وبيت بدهم وصلوا كنت بدي ارجع على المدرسه بس لحالي ما بفتكر. بنتك ما عم تداوم بالمدرسه، اي صف نور انت؟ سابع. ما عم تروحي على المدرسه؟ ليش؟ ما بس يعني اترك يعني هذا لحاله بده واحد وأما لحالها ما بتحسن تشتغل شيء. ابني الصغير ما بحسن يكون جوا بالبيت، بيطلع وراي بيسعف على الحمام بيقام من فوق الطبطل وحتى جوا على المجدرة عم جلي وقع من فوق المجدرة يعني لسه ما مشي أول دبيته، حركاته كثيرة ما بحسن إنه لحالي صعب عليه إنه لحالي.
المنقولة حتى تطلع برا. إنه حارستها مقاربيني هو على طول. أنا لحالي إنه بحسن بشتغل مثل بجليلة على المشغلة، أنا واقفة. بس إنه مثل بدي كنس بدي أشتغل شي شغلة بالبيت أو هو راح لبرا أحسن يجيبه ما بحسن. بدي يكون هي عفوا معي. قلت لها إذا إجا حدا لعنا وقعها إذا ما في حدا يعني ما بحسن هو بدي تبعتك على المدرسة ما في غيرها. بين الله. مشاهر حكينا عن وضعك الحالي حاليا، وضعك المعيشي يعني كيف عم تدبري امورك؟ والله في الله ما نعبد بجوزي من وقعنا تعقدت نفسيته شغل ما عاد يشتغل. اول ما وقعت ضلت شي 3 شهور مكتب قاعد بالمغاره متخبي على طول ما بخاف انه شاف بيتنا كيف عم ينضرب فكر الاولاد وانا يعني خوف صار في خوف من القصف وال صار عنده رعب يعني رعب انه ينزل على البيت انه كل ما اجى اللي يحس انه بس اجى على البيت انه بيتنا مراقب بس اللي اجى على البيت اللي يصير ضرب على البيت كره البيت كره الحياه كره الاولاد يعني صار قاعد كل نهار معتكف لحاله معتزل اكل ما عاد ياكل بتطلع على شقته وقلبه خلقته يعني كان عندنا البقرة عايشين ومكتنين لحالنا وعائلتنا صغيرة على قدنا نخرب بيتنا هيك هو ما عاد يحسن يشتغل ولا يطلع هلا هو ما بيحسن يطلع ويتركني ويعني بدي يطلع يشتغل يدور له شي شغلة طيب انا هو لحالي ما بيحسن يتركني كيف بدي يتركني انا والاولاد احيانا ما بشوف الا الضرب صار انا ما في يطلع اهرب على ركازي ما عندنا شيء بيروح على الجيران بيقولوا له هو اللي هم يجيب موتوسيكل وبيطلعنا فيه الاولاد فيهم يهربوا بس انا على ركازي كيف بدي اطلع ما بتحسن يطلع ما بحسن اطلع مسافة بعيدة وهو برا بيته وين بدي اروح انا طيب اذا طلعت برا وين بدي اقوم فيه وابني صغير يعني اولادي كلياتهم انه هو صعب يطلع يشتغل انا ما عاد احسن اسوي شيء يعني حاليا اعتمادك هو على بنتك نور اعتمادي على نور يعني تقريبا بعتمد عليها 80% انه مثل الشغل مثل بترم خضره انا حالي بترم لها الطبخه شغل الغاز بجنيلها على الجني بس في شغلات كثيره يعني مثل التكنيس انا ما بحسن كنس مطامة اللي ما بحسن طامة بس هاي الأجر ملتهبي علي أنا وأجر ملتهبي بدول الالتهاب ما حدا بجملة إن أنا خايفة تحفر بكرة وتصير غرارينا هاي يعني لحد الآن أجرك فيها التهاب فيها التهاب أنا حال أجر هاي ما لازم ألبسها أنا على طول أنا هاي ما لازم أحطها من الصبح للمغرب بأجري هاي أنا لازم ألبسها الصبح ساعتين وبعض الظهر ساعتين بس أنا ما عندي مين أعتمد عليه بالبيت هو بدي أقوم غصب عني ما في يعني إنه حالي إلي ما في بدي أقوم غصب عني كنت ازرع شوية خضرة حوالي البيت يسدوا عنا الطبخة يخففوا عنا المصروف اخبز انا امبارح كنت عم اخبز عصاج ما في خبز وما في مصاري للخبز خبزت عصاج انت خبزتي عصاج انا خبزت عصاج انا قاعدة حطيت وخبزت نور تروح كلها ولا اخبز طيب بدنا ناكل شو بنموت من الجوع هلا بالنسبة لاهلك موجودين هون ولا ما في حدا من اهلي هون ما في غير انا لحالي لحالك موجودة هون لحالي مشاعر شو هي رسالتك لكل شخص عم يسمعك حاليا؟ كل شيء بيحسن يساعد حدا مثل هيك يحسن يساعد طيب انا ابني هذا شو ذنبي؟ والله يومي النار عم تكعل البنت اللي بترجع من المدرسة يعني انا كنت ابوها خلت بلادها تعتبر كنت ابنك يا زلمه حتى لعندها يعني ترجع مدرستها انا شاهد الحمد لله انه كنت كويس بالمدرسه ومنيح انه بس انا بقري وهيك بس هاي معتمده عليها عملت ايدي واجري يعني هلا انا لو ما ملتهي اجري بحثي بسد البيت وببعدها مدروح على المدرسه بدور لها درسين ثلاثه وبتجي بس ما بحثي وجوزي ما بيحسن على الولد الصغير انه يقعد بالبيت ويشتغل بالبيت ويقعد اذا احسن يسترجع يطلع صار له اسم يعني انا اذا بيفكر يطلع على شيء حاجز بقول له بلكي اخذوني ما رجعت يعني هلا عم يفوت بيطلع اولاده شوي وسادد بيته قال له بدنا شيء شغلي بدنا شيء غلط بيروح بيفضي لنا اياه بس اذا راح وانكعش انا شو بده يصير فينا يعني اوقات بقولوا لي كل الجيران بعديه يشتغل طيب انت مين بدك انت تشتغل وانت عايش يا الاولاد طيب وين بدي ابعثه؟ وين رحنا في حواجز؟ وهو ما بحسن يروح يتركني انا الاولاد كمان ما حوالي اي حدا. بعين الله. نور عم تتمني تروحي على المدرسة؟ ايه. نور جابت الدفاترة كل يوم بتقعد على هالطاولة بتحط بتكتب بعصب عليها من قاهرة. ابوها زعلان عليها يعني اخذ جبنا الدفاتر وحط يعني هلا احنا لو عندنا محل ببيتنا، لو عندنا اي شيء بس تعيشنا، اي شيء مردود، انه بس ما بدنا شيء غير قوتنا اليوم ما بدنا شيء. طب
بدنا نعيش على انه على فلان اهلك طيب هون حتى حسني ما في روح طيب منين بدي اجيب لمين بدي اشكي وهون العالم كله وضعه على خده يعني ما حد كل من خايبه بعيشه يلا يلا شايل بيته قال لهم يومين ابني هذا بالحق عالمة الدواء ما عنده شيء قديش صار عمره ابنك الصغير؟ هلا صار عمره سنه الله يحفظه الله يسلمك يعني هلا اذا دبا اختي ما حوالي وحد امبارح طلع للشارع ما شفته وما في احمل وانا لابسه الركازه والاجر ما بحسن شيء اذا ما تعطى على الكرسي وحطوا لي اياه بحضنه ما بحسن شيء اطول هلا قبلي وبيوقع وبيجار عندي وقبي برم هيك بنسى بفوت على الحمام ما في غير يلا يا نور يا نور يا نور حدا عم يقدم لك حليب اطفال مشان الصغير والله ولا شيء لا حليب ولا رز ولا عم يجي بيفسد بكبوها بشوف شيء ولا شيء ما حد ساعدني باي شيء محكو خاص اي مساعده ما اجتني ما بسمع اللي اجى كل من بروح بيجيب لليله عم تجي مساعدات بس كل من بوزع لليله يلا بعين الله بتحبي تحكي شيء مشاهر قبل بالنهايه بقول لكل من بس اللي يساعد كل شيء مثل لا قصدي لا يمكن مساعده بسيطه تحيي اسره ميته الله يعطيك العافيه الله ان شاء الله تفرج عن قريب الحالة الثانية محمد من ريف حماة والذي أصيب بشظية أثناء مشاركته في إحدى المعارك أدت إلى بتر مشط قدمه اليمنى. نكمل جولتنا الميدانية التي تتفقد أحوال جرحى الثورة السورية في ريف حماة الشمالي والغربي. نصل إلى أحد جرحى الثورة السورية من ريف حماة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية أخوي. عرفنا بحضرتك. أنا العسكري المنشق محمد عبد الكريم الفارس من ريف حماة الغربي من قرية حيالين. أهلا وسهلا أخوي. شو الإصابة اللي معك؟ أخوي مفتور مشط القدم اليمين، صوبت بمعركة الملح بريف حماة الغربي تاريخ 19/5/2013. شو الإحداثيات اللي صارت بالمعركة لحتى أصبت؟ كنا عم نضرب حاجز الملح والحاجز محصور بين أكثر من حاجز وجت مغازرة من الحواجز القريبة عليه، والسبب انه عدم اقتحام الحاجز بسبب قله الذخيره اولا وثانيا جت المؤازره من حاجز قريب من حاجز جلمه وحاجز الشيخ خليل. تمام. يعني الاصابه شو سبب الاصابه؟ بسبب شظيه بسبب قذيفه؟ سبب شظيه اصابت مشط القدم فادت الى البتر. نعم بتر مشط القدم اليمين. نحن حاليا عم نتفقد جرحى الثوره السوريه بالنسبه لريف حماة، شو وضعك الحالي حاليا؟ الوضع مأساوي للجرحى السوريين بشكل عام، أنا ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن كل الجرحى السوريين، لم يتلقوا مساعدة من أحد، لا من هيئات ولا من منظمات ولا من أي شيء. طيب بالنسبة لحالتك حاولت تتواصل مع منظمات أو هيئات؟ نعم. من أجل تركيب طرف؟ أكثر من هيئة ومنظمة، ولم أتلقى مساعدة من أي أحد نهائياً من كل الهيئات والمنظمات بشكل عام. شو الأسباب عدم تقديم المساعدة؟ ذكروا لك أسباب محددة ل لا ما ذكروا لي بس ما ساعدوني نهائيا. تميت 10 ايام عند الهيئات ولم اتلقى مساعده من اي هيئه. ما قدموا لك شيء بتاتا. حضرتك منشق عن النظام؟ نعم منشق من تاريخ 17/11/2011 مسجل بال من الثوار. نعم تمام. وانا احد عناصر الجيش السوري الحر. تمام. طيب شو الرسالة اللي حاب توجهها لكل شخص عم يسمعك سواء من منظمات إنسانية أو أشخاص؟ أوجه رسالة لكل الناس أنه الشخص فقط عضو من أعضاء جسمه ولم يتم المساعدة من أي جهة كانت إن كانت أي جهة، وأنا بحاجة لا تركيب طرف ليس للجلوس بل لأرجع إلى القتال إلى ساحات المعارك. يعني في حال تركيب الطرف الصناعي ستعود للمشاركة بالمعارك؟ بإذن الله تعالى سوف أرجع إلى المعارك ونحرر سوريا من العصابة الهمجية إن شاء الله. ممكن تحكينا حاليا عن الوضع بالنسبة لريف حماة؟ الوضع الحمد لله، بس نحن نتمنى أنه المنظمات والأركان تساعد الثوار والمجاهدين في تقديم السلاح النوعي لتطهير ريف حماة الغربي والشمالي من عصابات الأسد إن شاء الله. إن شاء الله. إلى هنا تنتهي جولتنا الميدانية التي كانت تتفقد أحوال جرحى الثورة السورية من ريف حماة الشمالي والغربي. كان معكم مهند المحمد، شبكة شام الإخبارية، ريف حماة.